السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل جزء من شابتر 7 في مات لاب. الجزء ده هيكلم على conditional statements، يعني جمل الشرطية. يعني يقول لك إذا تحقق شرط معين افعل هذا، إن لم يتحقق افعل هذا. يعني برضو يعني الآتي، لو قلت مثلا if إذا كان مثلا x بتساوي 0، أدي جمل شرطية، يعمل كذا مثلا. طب else يعني لو ما كانش شرط يتحقق، يعني x لا تساوي 0، دي معنى كلمة else، أو العكس يبقى نفذ ده. دي معنى كده الجمل الشرطية، ونشوفها واحدة واحدة. تعال نشوف الفلوت شارت ده يوضح أكتر. يعني بيقول لك الجملة ايه اسمها if statement، لا اما true لا اما false. الحالة العادية بتاعت if انه ما يكونش فيه else او اي حاجة، يعني هي الحالة العادية انك تكون اذا هتحقق هذا الشرط تنفذ كذا، اذا لم يتحقق ما يعرفش هو بقى هيعمل ايه، مش هينفذ اي حاجة انك ما حطلوش else. فكل اللي هينفذه هنا اذا تحقق الشرط الاولاني ينفذه، اذا لم يتحقق ايه في البرنامج. يعني يقول مثلا if x equal 1 استحق الشرط نفذ، مثلا طلع لي على الشاشه كلمه هلو، تمام، اذا لم يتحقق ايه في البرنامج، مفيش اي علاقه تانية. دي اول حاله، تمام. فالبرنامج ده اهو بيقول لك checks if the statement the program asks the user to enter the value. كل ما يقولك the program asks the user to enter the value يبقى انت هتستخدم دالة input ادخال، ما قالكش الحتة دي ممكن انت تحطها قيمة ثابتة x ال y لأي حاجة، x بيساوي 3 x بيساوي 4. لكن طالما قالك the program asks the user to enter the value يبقى تحط input وتحط ايه ال value لما تشغل البرنامج، تمام. فبيقولك هنا مثلا الكود ده لو x أصغر من 2 نفذ الدالة دي وطلع لي على الشاشة corresponding value of the function is percent d f of x. ليه percent d؟ قلناها قبل كده برضو، علشان ده رقم صحيح وليس عدد كسر يعني، تمام. لكن لو كانت percent f يعني float عدد كسري، تمام. يبقى إذا تحقق الشرط إن الإكس أصغر من 2 نفذ الدالة دي اللي بتقول ربع الإكس، تمام، وطلع لي على الشاشة قيمة التربيع ده. يعني مثلا لو كانت ال x أصغر من 2، if x أصغر من 2 اللي هيدخلها المستخدم، خلاص، فأنت كده هتدخل قيمة أصغر من 2، هنقول 1 مثلا، هيقول لك ال f of x هي عبارة عن الواحد ده تربيع، تمام، يعني بكام؟ بواحد. طيب لو أنت قلت له 2 يبقى إذا لا يتحقق الشرط، فإذا مش هينفذ الدالة دي. دي أول علاقة ما بين إف، قاعدة إف. التانية بقى بتديك حالتين، إذا تحقق الشرط اعمل كذا، ولو ما تحققش الشرط ده اعمل حاجة تاني. يبقى دي الحالة التانية بتاعت إف، اللي هو يديك حالة تانية إذا لم يتحقق الشرط. لكن في الحالة الأولى ما ادكش حالة تانية، هو لو تحقق الشرط ده اطبع مثلا التربيع بتاع الإكس، ما تحققش ما لكش تعمل إيه، خلاص هي في البرنامج. لكن إف ده أنا عايز أعمل حالتين تانيين. لو إف مثلا ال x أصغر من 2 أو أصغر من 12 نفذ الكلام ده. طيب الراجل لما دخل enter، لما دخل قيمة ال x اداها مثلا ايه 13، لما طلعتش أصغر من 12 خلاص يقول له else. else يعني ايه؟ الشرط الأول الأولاني ده متحققش، نفذ ايه كود تاني، نفذ كود أو بلوك تاني. فده الكود اللي هنا اهو، ادي ال if statement بتاعت else. if الجملة دي true نفذها واقفل البرنامج. طب لو الجملة دي اللي انت حطيتها logically مش صح، هيقول لك false وينفذ أوامر تانية ويقفل البرنامج. فبيقول if condition expression ويحط الأكواد، else نفذ الأكواد التانية end في البرنامج. ومديك هنا برنامج عشان يحسب مجموع الطالب، يعني لو نجح أو سقط. برضه بيقول لك the user is asked to enter the three grades.
ادي السكور، اي متغير عادي بيساوي انبوت، انت تدخل كل الحاجات اللي في النص دي هتظهر على الشاشه، اهم حاجه داله الادخال انبوت. طيب هو هيدخل قيمه، القيمه دي average grade هتساوي سكور 1 زائد سكور 2 زائد سكور 3 على 3 اللي هو الافريج، يجمعهم ويقسمهم على عددهم. تمام، يبقى المستخدم هيحط قيمة السكور 1 وقيمة ال 2 وقيمة ال 3 لما يعمل إدالة إدخال. اظهر على الشاشة العبارة دي، لاحظ في حاجتين، display اللي هي DISP دي بتعمل حاجتين، لا إما بتعرض عبارة على الشاشة لو حطيتها بين كوتيشن كده كوتيشن وحطيت جواها عبارة هتظهر على الشاشة، لو شلت الكوتيشن وحطيت قيمة متغير هتظهر قيمة المتغير نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قلت مثلا display، تمام، وعملت كده وقلت مثلا هاي، هيظهر على الشاشة هاي. لكن انا لو قلت ان الاكس بتساوي 2 في البرنامج خلاص، وقلت display، قلت الاكس من غير ما احط كوتيشن، ده يقول لي دي يطلعها لي ب2. خلاص ده الفرق ما بين الحالتين. طيب ده انت حطيت التلات سكور، التلاتة سكور اللي هو واحد واتنين والتلاتة، هيقول لك بقى اف، هيستخدم قاعدة اف، اف لو الافريج اللي هو جمعهم وقسمهم على التلاتة أصغر من 50 اعرض إن هو الطالب منجحش. طب else يعني لو كان أكبر من 50 يبقى الطالب passed the score. هتنفذ البرنامج ده بنفس الشكل، مش هقول لك أي مشكلة. عشان تعمل التلاتة سكور طبعا هتحطهم في صورة فيكتور 70 90 95 واحد، ان فيهم مسافة ما بينهم، لو ما فيش مسافة البرنامج مش هيشتغل. تمام، انك بتتعامل مع ثلاث ارقام مختلفين هيجمعهم ويقسمهم على الثلاثة. ففي الحالة الأولانية لما دخلت 70 90 70 90 95 جمعهم وقسمهم على الثلاثة ده 85، يبقى هو باست نجح يعني، غير كده يبقى شايل المادة. طيب الحالة الثالثة احنا خدناها في سي لانجويج، وهي اسمها نستد اف. يعني ايه نستد اف؟ يعني اف جوه اف. يعني ايه برضو؟ يعني اف الكونديشن اتحقق هيدخل لحالتين، اف الكونديشن اتحقق is true يعني هينفذ شوية حاجات، لو فولس هينفذ حاجات تانية. يعني ايه برضو؟ تعال نشوف فلوت شارت. بص الفلوت شارت بيقول لك اهو، اف ستيتمنت لو الجمله الاولانيه ترو خلاص نفذها في البرنامج. طيب لو الجمله الاولانيه مش ترو، مش صحيحه، يعني ينفذ اف جديده، يعني اكنه خد اف دي قرارها جديد مرتين، وياخد جوه الاف التانية بقى دي يقول لك ايه، لو ترو انهي البرنامج، لو فولس نفذ حاجات تانية. يبقى قاعدة اف عموما بتنفذ حاجتين، لما ترو او فولس، اي قاعدة اف لما ترو لما فولس، يعني الاكس اصغر من اتنين ولا الاكس اكبر من اتنين. لو انت فرضت ان الاكس اصغر من اتنين وحطيت اكس اكبر من اتنين يبقى دي فولس. طب لو ترو يعني اصغر من اتنين هينفذ البرنامج وينهيه. طب لو الاكس اكبر من اتنين فولس يعني يخش ينفذ ستيتمنت جديده، اف جديده ليها حالتين ترو او فولس. خلاص هنشوف كود كده، مثلا الكود البرنامج ده بيقولك script file the use of if else if end else end statement the user is asked to enter the initial account balance and the bound inbound، يعني القيمة الأساسية أو البدائية بتاعت الحساب بتاعك، والبروجرام calculates the new balance according to the initial balance، وإن البرنامج ده هيحسب القيمة الجديدة الزيادة مثلا في الحساب بتاع البنك بتاعك حسب اللي أنت دخلته في البنك، حسب المال اللي أنت وضعته في حسابك في البنك. فطبعا كل فلوس بيبقى ليها نسبة، يعني أنت حطيت مثلا 10,000 بيبقى ليها نسبة كذا، حطيت 20,000 كذا، دي نسبة افتراضية. فالانيشال بالانس ده القيمة اللي انت هتدخلها للبنك بتاعك، فتقول له انبوت ودخل القيمة. اف لو القيمة دي اللي انت دخلتها اقل من 2000 طبق عليها نسبة 7%،
طب لو ما كانتش اقل من 2000، else if يعني لو ما كانتش اقل من 2000، طب لو كانت 10000 او بتس اكبر من او تساوي 10000 طبق عليها. يبقى لو كانت اكبر من نفذ نسبة 9 من 100، دي لو كانت ترو. طب else لو ما كانتش اكبر من او يساوي 10000، نفذ نسبة 8% على الحساب اللي بتدخل. يعني ايه؟ تعال نشوف هنا. نفرض افرض ارقام هتلاقي الدنيا سهله. if initial balance اصغر من 2000، ماشي. انت قال لك انتر، راح انت قلت له 1000، يعمل ايه؟ يروح واخد الريتس دي، يعمل نيو بالانس. كلمه نيو بالانس هياخد الانيشال ريت، الانيشال بالانس اللي هو ال1000 اللي تدخلته، ويجمع عليه النسبه بتاعته اللي هي 7 من 100 طالما هو اقل من 2000، زائد يجمع الريت دي كمان يضربها، سوري، يضربها في الريت في الانيشال بالانس اللي هو 1000. يعني يبقى كود بالشكل ده. دي الانيشال انيشال بالانس، خلاص. فانت عندك اف الانيشال بالانس اصغر من 2000، انت دخلت 1000 اهو، تمام، اتحقق الشرط، نفذ دي على طول وانهي البرنامج. نفذ دي، نفذ دي وانهي البرنامج. طيب لو انت لما انت طب لم يتحقق الشرط، دخلت انت مثلا 8000 برضه لم يتحقق الشرط، طب دخلت انت 10000 في الانيشال بالانس، يروح عامل ايه؟ ينفذ دي، يطبق عليه، ياخد ال10000 ويجمع عليها النسبة بتاعتها اللي هي 9 من 100، تمام، ويضربها في ال10000. دي الفكرة، وينهي البرنامج ويطلع بقى على الشاشة ايه؟ اف. طبعا اختارها فلوت عشان الرقم لو طلع فيه هيطلع فيه كسر، انه بيضرب في 9 من 100 او 8 من 100 او 7 من 100، تمام. ده الانيشال بالانس اللي انت حطيته، وده الريت، النسبة اللي انت حطيتها اللي هي موجودة في البرنامج، والنيو بالانس اللي هو طلع من المعادلة دي. لاحظ ان الكابيتال والسمول لازم يتحطوا بنفس الصيغة، ما ينفعش تكتب هنا البي بالانس بكابيتال وتيجي تكتب هنا سمول، هيقول لك غلط، تمام. لاحظ الحاجات دي مهمة جدا. المتغير اللي تحطه في مكان لازم تحطه بنفس الاسم، بنفس الشكل في كل مكان. وادي البرنامج اهو، ده برنامج اللي هيظهر على الشاشة يعني. when the initial balance is مثلا اكبر من كده، ينفذ 9 من 100. كل دي بقى ارقام ايه؟ افتراضية يعني، او شغل عادي، ارقام يعني. حط 20000، حط 200000، زي ما هو عايز. دي كده فكرة if إذا اتحقق الشرط نفذ كذا، وقفل البرنامج. if else إذا لم يتحقق الشرط نفذ الكود التاني. if else if اللي هو إذا لم يتحقق الشرط الأولاني، خش في قاعدة if جديدة واعمل لي حالتين، لما true أو false. ودي كده يبقى إيه، انتهينا من قاعدة if. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.